ندى تسألني ما رايج في مسلم البراك مسلم البراك أنا وايد أحبه رجل نشمي وأخلاق وفزع وصاحب مبدأ وكرامة ولكن أقف عند نقطة إنه هو أخطأ لما قال حق سمو الأمير لن أسمح لك وهذا بحد ذاته يعتبر تجاوز على سمو الأمير اللي إحنا نعتبره أبونا كلنا إحنا لما نشوفه ما نقول له يا سمو الأمير احنا نقول له يبا فهو تجاوز واخذ عقوبته ونفذ العقوبه كامله وطلع بالسلامه حقه وطلع بالسلامة حقه هلا مسلم براك وأكيد ما في أحد في الكويت يختلف مع وطنية مسلم البراك أنا واحدة